موجز الاقتصاد والمال، أهلا بكم. قالت مصادر في محافظة ميسان إن هيئة النزاهة أعادت فتح ملف فساد بمليارات دنانير ثم أوتم التستر عليه طيلة الأربع سنوات الماضية في المحافظة. وأفادت المصادر أن القضية تتعلق بشركة نفط ميسان، وقد جرت وقائعها قبل أربع سنوات، إذ قام أحد الموظفين بالتعاون مع أربعة آخرين في الشركة بسرقة 7 مليارات دينار عراقي، مع وجود فروقات في رواتب الموظفين في الشركة، ثم هرب إلى خارج العراق مع عصابته دون معرفة الجهة التي توجهوا إليها. كشفت مصادر حكومية في محافظة ديالى عن إطلاق جهات متنفذة تابعة لأحزاب سياسية مشاريع يشوبها الفساد في المحافظة، هدفها تمويل الميليشيات. وبحسب المصادر نفسها، فإن أموال المشاريع المذكورة تذهب إلى صالح الأحزاب السياسية المتفقة على تحاصص مشاريع المحافظة دون وجود بناء يذكر، مشيرة إلى أن عدداً من الأقضية والنواحي تعد مناطق منكوبة نتيجة الفساد الكبير في ملف المشاريع الخدمية. كانت تقارير تداولتها وكالات صحفية عربية وعالمية قد كشفت أن الأحزاب والجهات المتنفذة في حكومة بغداد تحيل الآلاف من المشاريع في المحافظات إلى شركات خاصة بها، موضحة أن هدف أغلب تلك الشركات الوهمية هو تمويل الميليشيات المنتشرة في العراق. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ضبط حاوية مخالفة لشروط الاستيراد في ميناء أم قصر في محافظة البصرة. أذكر بيان للهيئة أن السلطات في ميناء أم قصر الأوسط تمكنت من ضبط حاوية محملة بأجهزة اتصالات ومنظومة كاميرات مراقبة حرارية وهاردات للخزن وشاشات عرض مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد. جدير بالذكر أن جميع المنافذ والمعابر الحدودية العراقية تخضع بشكل كامل لسيطرة الميليشيات الموالية لإيران. أعلنت الحكومة التونسية عزمها رفع أسعار الكهرباء والمحروقات للمرة الثانية خلال شهر شباط الجاري في مسعى لخفض العجز في الميزانية. جاء الإعلان على لسان وزيرة الصناعة والطاقة نائلة نويرة، التي أكدت أن الحكومة أقرت رفع أسعار الكهرباء والمحروقات لخفض عجز الطاقة. أكانت الحكومة التونسية قد رفعت أسعار المحروقات مطلع الشهر الحالي، ثم قررت الرفع مرة ثانية في إطار مواجهة عجز موازنة عام 2022 وتلبية مطالب المقرضين الدوليين. تعاني تونس من أزمة اقتصادية كبيرة منذ قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان وإقالة الحكومة العام الماضي. ارتفعت مبيعات العقارات إلى الأجانب في تركيا بنسبة 56.5% في كانون الثاني الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. وذكرت هيئة الإحصاء التركية في بيان لها أن مبيعات العقارات إلى الأجانب سجلت 4186 عقارا في كانون الثاني الماضي. أوضحت أن الإيرانيين جاءوا في المرتبة الأولى من حيث شراء المنازل في تركيا، مبينة أن أكبر عدد مبيعات سجل في مدينة اسطنبول بواقع 1771 عقارا، ثم أنطاليا ب 914 عقارا، وأنقرة ب 269 عقارا. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام المجاز الاقتصادي. إلى اللقاء.